نفسي اعمل دويت مع سميرة سعيد مع الديفا. يعني بحبها وبحترم دماغها وبحترم اختياراتها دايما، وبحب طريقة شغلها، بحب الاغاني اللي بتقدمها بقى. يعني انا ممثل في الاول وفي الاخر، ممكن اغني شعبي، ممكن اغني ممكن اتشقلب، ممكن اعمل اي حاجه. انا مش هعمل مهرجانات الا لو في فيلم، يعني دي هتبقى حاجه. بس لا، مش هعمل مهرجانات. يعني كاغاني مش هعمل مهرجانات. ممكن اعمل مهرجانات، ما عنديش مشكله، لو في فيلم، لو في حاجه جوه سياق حاجه، لو بعمل حاجه، بس لا مش هعمل مهرجانات يعني.